تاخذوها عادة، ولكن هي إذا جيتي الحقيقة هي بيت. مرة الرجل خص مرة يزور والديه، مرة يزور والديه، فهمتيني؟ واجب. أما المرأة ما خصهاش تزور روحها، فهمتيني؟ تبقى في دارها، وبالأحرى الصلاة تما توجدش على المرأة باش تمشي للمسجد. إلا صلت في دارها عندها 27 درجة والرجل لا، إلا صلى في المسجد عنده 27 درجة ولا صلى في دارها عنده 4 درجة، فهمتيني؟ لأن المرأة كلها فيك، ولا جات لها الروضة ما شاء الله، بدعة، هذا ما نعرفش، بحال الشكل ديال الربعين، الإنسان اللي تيدير الربعين، ليلة الربعين الميت، هي العشاء وراه ما كايناش، حتى هي بلا، الربعين كانوا تيجيو الفرح، هي ما كانتش فرحينا، ودابا المغاربة خداوها بحال ولات بيها. تيقول لك يعني الموتى كينزلوا تيشوفوا الحباب ديالهم، تيشوفوا ذوك الناس اللي تيجيو لعندهم، كنجيو كنترحموا عليهم كنقراو عليهم القران، هذا هو اللي كاين. ترحمت على الوالده وعلى الاخ ديالي وعلى الجده ديالي، كتبقى صداقه كتعطيها الناس كصداقه، كتبقى صداقه هذه. زيارة القبور العواش هادي ماشي كاين شي يجي يترحم على شي مرحوم عنده في الدار ديالو، ماشي حال هادي ولا يلاه ماشي. كاين واحد الفئة من الناس ماشي عارف الله يستر، تبقاهم اليوم ماشي يجيب واحد اللباس ديالو ماشي عادي، ماشي وشي ماكياج وشي الله يستر لا حول ولا قوة إلا بالله، وشي خصهم يهبطوا شي لبوار، شي يهبطوا لاكوط ولا البحر ويلبسوا لك شوما راه ديال مقبره ديال السنين، راه ما خصش يوقع هذاك الشيء فيها، ماشي غير شي خوار الله يستر وصافي، الله يخرجنا من دار العدل. وهذا اليوم اخوان يوم عالمي عند المسلمين، ما عادينش يجيو يزوروا الاموات ديالهم، اليوم راه جيت شوف فات لي الوالده شحال هذه جينا نفرنا لوجه الله والصدقه الجاريه، دعوا عليهم بالرحمه. اما راه كاينين واحد الفئه اخوان تيجيو هنايا لا حول ولا قوه الا بالله. هي واجب ديني اللي هو اللي خصنا نزوروا القبور ديالنا، لان الاموات ديالنا خصهم واحد الدعوه، لان الميت ملي كيموت راه ما كيحتاج غير الدعوه، ما كتصلح حتى حاجه الا من ولد صالح، وكنجيبوا معنا الاولاد ديالنا حتى هما باش يكونوا قدوه. حنا ملي غادي نموتوا غادي يجيو يزورونا ويجيبوا معاهم ولادهم. انا كنزور ديما، انا كل مره كنجي نزور قبر الوالده ديالي كتبقى هنا، ماشي ضروري في 28، ولكن مادام هي عطله وفي هذه المناسبه ديال العيد جالسين جينا باش نزورو.